السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، قراء ومتتبعي موقع إسبريس، أهلا ومرحبا بكم. عبد الرحمن عدراوي يحييكم من مدينة موريال. اليوم نتواجد برفقة السيد عبد الحق الصاري، رئيس جمعية شمس اليتامى. سي عبد الحق أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم. شكرا أولا على قبولكم هذه الدعوة. اللقاء ديالنا هو من اجل التعريف اولا بالجمعيه ديالكم، بالاعمال اللي كتقوموا بها. كيفاش يمكن لك تقدم لنا اولا رئيس الجمعيه اللي هو انت سي عبد الحق الصاري؟ نعم، عبد الربيع عبد الحق الصاري، مواليد مدينه الرباط. هاجرت لمونتريال ولا الكيبيك كندا في 2002. قمت بعده دراسات هنايا في الجامعه، خديت جوج ديال لي ماستر هنا الحمد لله، وابتدات الدكتوراه ديالي في الماناجمنت. كان عمل كارشيتكت دافير، بيزنس ارشيتكت في لافيل دو مونتريال، خصوصا دابا في مصلحه الشرطه. والان كنعمل ايضا كندرس في الجامعه ليكام، يعني او جي يونيفرسيتي دو كيبيك مونتريال. اكزاكتومون، يونيفرسيتي كيبيك مونتريال، كندرس مانجمنت والبيزنس انتليجنس. الوغ هذا يعني كتعريف الشخص، ولكن هذا الشخص كيعمل ايضا في بعض الجمعيات، منهم جمعيه شمس اليتامى اللي هي العمل ديالها يعني كساحه كوم تيران في المغرب. كنخدموا في المغرب، كنخدموا مع عده جمعيات في المغرب، منها جمعيه اليتيم، جمعيه غير اس، وجمعيه الحيض المادو، بعض الجمعيات اللي معترف بها على المستوى الوطني. نعم، يعني من خلال الاسم شمس اليتامى، يعني الجمعيه كتهتم بالدرجه الاولى باليتامى. واش اليتامى هنا في مدينه موريال في كندا او اليتامى في المغرب؟ كنشكرك بزاف على السؤال، لانه هذا الامر هذا كان كيلحنا هذه مده عامين باش نغيروا يعني لا ميسيون تاع الجمعيه. احنا منذ انشاء الجمعيه سنه 2005 كنا كنعملوا فقط مع اليتامى اللي في المغرب، ولكن انه ارتئينا انه بعد كاين بعض المشاكل ديال بعض اليوتم كاين في مونتريال ايضا، وتما بدات الفكره تغيير لا فيزيون، تغيير لا فيزيون تاع الجمعيه. وهذا من 2014 الحمد لله غيرنا هذا اون ايو دي بروجي باش اننا نبداو نشتغلوا مع اليتامى ايضا. نعم، في مونتريال كنتكلموا على يمكن غيكون هذا الشغل هذا خصوصا في بعد فقدان الاب ولا الام ولا الابوين، مباشرة بعد الفقدان ديال الابوين مباشرة نعمل مع الوليدات ان شاء الله. تنحييكم على هذا العمل النبيل اللي كتقوموا به السي عبد الحق الصاري، خصوصا وانكم يعني استاذ في الجامعة، يعني مثال للمواطن المغربي الذي نفتخر به هنا في مدينة موريال، وفي نفس الوقت كتخصصوا بعض من الوقت ديالكم لخدمة قضايا اجتماعية سواء في كندا او في المغرب. شنو هما يعني اكبر الانجازات اللي حققتوهم؟ والى حبذا يعني تكلم لنا على البداية ديال شمس اليتامى، كيفاش جات الفكرة ديال انشاء هذه الجمعية؟ يعني كومون دي اون فرونسي، اون اسي دو دوا بور كونتي لو نومبر دورفلان كون كومونس او ديبار، كون ايو ديبار. يعني في 2005 كان عندنا فقط 4 يتامى، يعني كان العدد قليل، ولكن الفكره كانت جيده، لانه الفكره كانت البنيه ديال الجمعيه والافكار ديال الجمعيه كانت كتسمح لها ولا كتسنح لها انها تمشي بعيد. الان الحمد لله وقدره الله سبحانه وتعالى عندنا تقريبا ما يقارب 200 يتيم، 200 يتيم متابعين في ميدان الصحه، متابعين في ميدان الدراسه، متابعين ايضا في 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 في, في مستوى الرياضي ايضا. ملي كتقول متابعين شنو كتعني؟ يعني شنو كتوفروا لهاد اليتامى انتم كجمعيه؟ كجمعيه كنوفر لهم اطار مالي، وذاك الاطار المالي فهو الجمعيات اللي في المغرب هي اللي كتشتغل على في الساحه باش تاثرهم، باش ايضا تستنحي لهذوك الوليدات انهم يمشيوا مثلا المدرسه، انهم ينجحوا في 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 الدراسه ديالهم. والحمد لله عندنا وليدات اللي نهاو مستوى البكالوريا، وكاين وليدات اللي الحمد لله كانوا خرجوا من المدرسه بعد فقدان الاب ورجعوهم الجمعيات بعد متابعه من الناس دي ترافايور سوسيو سور لو تيران، يعني في التيران مشاو وعاونوهم باش انهم يرجعوا للمدرسه. كاينين ومالوغيزمون صافي خصنا نقولوا، يعني كاين وليد بنيتات كيدخلوا مثلا كيمشيو للبغاء، يعني كيمشيو للدعاره، يعني هذا امر هو كان فيه متابعه ايضا، كان هذا امر مهم. يعني كل هذا الاطار هذا الجمعيات اللي هما في المغرب الحمد لله عندهم كفاءه وعندهم قدره على انهم يديروا هذه المتابعه. نعم، في الميدان. بالنسبه لهاد ال 200 طفل اللي يعني انتم كتشتغلوا معاهم، واش كاين شي نماذج مثلا اطفال اللي تبنيتوهم واستطاعوا انهم يكملوا الدراسه ديالهم، يشتغلوا، يحصلوا على شواهد مثلا جامعيه؟ اكيد فيما يخص جمعيه اليتيم مثلا كتعطينا بعض المرات بعض الاخبار اللي كتكون جيده. مشيت شفت في الميدان، شفت وليدات كانوا خرجوا من المدرسه مثلا ورجعوا كما قلت قبيله، ولكن كاين ايضا بعض الاطفال اللي اصبحوا مهندسين، اطفال الحمد لله يتامى اللي رجعوا للدراسه. كاين واحد البنت خرجت وقفت على الدراسه واصبحت بعد
فقط بمرور عام اصبحت يعني هي الاولى في منطقه ديال مراكش. يعني ما شاء الله يعني اشياء كتثلج القلب الحمد لله، وكتعرف ان كاين نتيجه في الساحه. يعني الا بغينا نتكلموا على المشاريع المستقبليه ديال الجمعيه، كيفاش كتصوروا يعني السنوات القادمه؟ واش كاين شي برامج خلال سنه 2015؟ كيفاش كتشوفوا الجمعيه في المستقبل؟ اولا كاين مشروع الف يتيم، يعني على الاقل كنحاولوا بعون الله سبحانه وتعالى وبعون الناس اللي هنا في مونتريال وفي كيبيك وفي كندا ان هون نجحوا اننا نبارينيو كوموندي الف يتيم. نعم. يعني احنا الاطار العمل ديالنا هو جمع المال باش نبعثوا هذوك المال مباشره للجمعيات. الا قدرنا نكبروا المبلغ يعني سنويا غادي نمشيو مباشره اننا نمشيو نقدر نقلبوا على الف يتيم ان شاء الله. هذا الامر الاول. والامر الثاني هو انه يكون اطار مخصص للناس اللي مات اليتامى، اللي كيقدر يفقد الوليد الاب ديالو هنايا، يعني كيكونوا في واحد الحمد لله كيكون في واحد الحياه كتكون سهله وسلسه، حتى كيفقد الاب كتكون ليه كاع المصاعب كتقدر تنزل، خصوصا في الشهور الاولى. كنعرفوا ان في كندا الامر كيكون اسهل، ولكن في الشهور الاولى قد تكون امور صعبه. هنا الجمعيه بغات ان شاء الله تعمل في هذا الاطار. عندكم شي لقاء خلال الاسابيع القادمه او الاشهر القادمه تبغيو تخبروا الناس اللي بغاو يجيو يحضروا لهذا اللقاء؟ اكيد انا يعني مهم جدا الحضور ديال الناس في اللقاء السنوي اللي كيكون البروميير مارس. البروميير مارس ان شاء الله يكون عندنا حفل، يعني ان سوبي انويال بوغ لي زورفلان نيسيسيتو، غادي يكون ان شاء الله لو 1 مارس ا 17 في شاتو رويال ا لافال. اي سا سي فريمون ان ايفينمون ا نو با راتي، اي سا ان ايفينمون كون امري فريمون افوار بوكو دو بريزونس، كونت اون كونت فريمون سور بوكو سور لا بريزونس تاع لا كوميونيتي ماروكين اي ماغريبين فريمون هنايا او كندا، افان فريمون دو نو سوبورتي نو سوتنير في هذا لي ديمارش ديالنا تاعنا ان شاء الله. باش نعاودو غير نذكرو يعني العنوان هو في مدينه لافال، مدينه لافال شاتو رويال. شاتو رويال عندنا بالضبط نعطي الادريس، جو بو دوني لادريس، 3500 بولفار دي سوفينير ا 17 ان شاء الله ا لافال. 3500 بولفار دي سوفينير سي لو شاتو اي تري تري كونو ا لافال. اي بيان ايفيدامون يورا بيان ايفيدامون دي اكتيفيتي بور ادولت، يورا ان جروب فولكلوريك ماروكان، جروب انشاد، ان سوبي اي انيموريست، اي بور لي زونفون يورا با مال با مال داكتيفيتي. سي اكس بارك الله عليكم. يعني كاين عدد من المواطنين المغاربه اللي كيقولوا يعني كنبغيو مره نعطيهم 100 دولار 200 دولار نحسوا باننا خرجنا واحد المبلغ عاوننا به، ولكن كنبغيو نتاكدوا بان هذه المبالغ الماليه كتوصل وكتادي الرساله اللي من اجلها احنا خرجنا ذاك الفلوس. واكيد ان مبادرات بحال هذه اللي كتهتم باليتامى سواء في المغرب او في كندا غادي تلقى ان شاء الله اقبال كبير. كنشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار اللي خصيتي به جريده اسبريس الالكترونيه، واكيد ان شاء الله غادي نكونوا حاضرين في هذا الحفل لتغطيته، ونتمنى حضور عدد كبير من المواطنين المغاربه والمغاربيين. شكرا لكم جزيلا، والى لقاء قادم ان شاء الله. جزاك الله خير.